أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في بلادنا عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو الأراضي السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أبها. وأوضح العقيد المالكي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية واس أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل بفضل الله، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين. تمكنت قوات الجيش الوطني من تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بمحافظة صعدة، حيث شنت قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات التحالف العربي هجوما على مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهة باقم شمال صعدة، وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في إطار سعيها لاستكمال تحرير مركز المديرية المحاصر من ثلاث جهات. كما نفذت كمينا محكما لعناصر الميليشيات في المديرية، وأكدت مصادر ميدانية في المنطقة مصرع وإصابة 14 من عناصر الميليشيات في الكمين. فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت مواقع الميليشيات في المديرية ومناطق متفرقة من محافظة صعدة. حققت قوات الجيش والمقاومة تقدما جديدا في جبهة مريس شمال شرق محافظة الضالع بالسيطرة على تباب الخنيق الاستراتيجية في صولان، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح بين قتيل وجريح بعد شن هجمات نوعية على مواقع عدة في خطوط المواجهات المتقدمة بالجبهة. وفقا لمصادر عسكرية، اشتدت الاشتباكات في المحور الشمالي الغربي لجبهة مريس شمال شرق الضالع، تركزت في مناطق يعيس والزيلة والجبال المحيطة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة من قبل الجانبين. وأكدت مصادر ميدانية في محافظة الضالع قيام ميليشيات الحوثي بقصف مناطق الفاخر وسليم وحمان غرب قعطبة.